سواء أجهزة وزارة الداخلية أو الأجهزة المعنية التي تواجه هذا التحدي وتخوض هذا الحرب ضد الإرهاب لن يغمض لها جفن إلا بعد أن تكتسح هذا الخطر وتريح هذا المجتمع من هذه الآفة بإذن الله. أشكرك جدا السيد اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية لشؤون العلاقات والإعلام، شكرا لكم مشاهدينا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. للأسف بيفقد المصريون حياتهم إرهابا أو إهمالا أو فسادا أو تقصيرا، فبينما يحصد الإرهاب أرواح ضحايا أبرياء أيضا يسقط أبرياء نتيجة للإهمال، إهمال سواء في السائقين أثناء قيادة السيارات أو في الطرق، أو يعني عدم العناية والرعاية الكافية بمنظومة النقل في مصر بشكل عام. ثلاث حوادث مرورية مروعة شهدتها مصر خلال العشرين يوم الماضية، حادث البحيرة اليوم ومن قبله حادث سوهاج وأسوان، حصد أرواح ضحايا أبرياء طلبة. نناقش في هذه الفقرة تحديدا الحوارية موضوع حوادث الطرق ويعني الأسباب اللي من أجلها مصر بتحتل المرتبة الأولى عالميا في حوادث الطرق. نحاول الاقتراب أكثر من كافة المحاور المتعلقة بهذه الحادثة من خلال حوارنا مع المهندس عادل الكاشف رئيس الجمعية المصرية لسلامة وتكنولوجيا المرور. بنرحب بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا فندم. أهلا يا باشمهندس. وبداية يعني وفقا لتصريحات رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، 13 ألف قتيل، 40 ألف مصاب سنويا، بالإضافة ل 17 مليار جنيه خسائر في إجمالي الناتج القومي، هي حصيلة حوادث الطرق في مصر. يعني حضرتك رئيس الجمعية المصرية لسلامة وتكنولوجيا المرور، هي المشكلة في إيه بالضبط يا باشمهندس؟ هي المشكلة الحقيقة فينا كلنا، عشان احنا حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم الأول، أنا شاكر استضافتكم ليا. طبعا كلنا حزن وأسى لما حدث اليوم، وبنعزي أهل الضحايا والحادثة الأخيرة اللي هي حصلت دلوقتي بتاعة القطر. إنما إن شاء الله إحنا عندنا أمل إن إحنا نصلح حالنا كلنا. هو نسبة الحل علشان نصلحه؟ هقول لحضرتك على شوية الحلول إن شاء الله، واللي هو يعني لن يقوم بها إلا كل من يحب مصر وكل من له إرادة على اقتحام الصعب. حضرتك بالنسبة لل 13 ألف قتيل و 17 مليار جنيه، احنا كان من حوالي 20 سنة 25 سنة كانت إجمالي حوادث الطرق حوالي 7000 حادثة، عدد القتلى 1500 واحد، ما تفقده مصر حوالي 3 مليار جنيه. إنما العملية في ازدياد نتيجة عدم الاعتناء بالملف المروري. خليني أحط حضرتك على الحلول الناجعة بقى، عشان احنا مش هنتكلم في اللي فات، احنا لازم نبتدي قبل الحلول، لان الحلول دي تبقى في اخر حوارنا. احنا عايزين نعرف ايه المشكله بالظبط، هل هي في الطرق المشكلة أم في سلوكيات الناس؟ لا، المشكله اساسا حضرتك في سلوكيات الناس، وانا مش عايز حضرتك اعول على سلوكيات الناس، لان انا اللي اضطرتهم يبقى سلوكهم خاطئ. طيب يعني ده نتيجه، سلوك الناس ده نتيجه طبعا. ايه؟ انا ما ربيتهمش كويس، ما علمتهمش كويس، لم أخلص النية اللي المفروض أن أنا أختبرهم. أنا اديته رخصة عشان ينزل يعيشوا في الأرض فسادا زي ما بيقولوا. ده نتاج أنظمة سابقة ونتاج عدم تأهيل كوادر قيادية صح. وفي النهاية لو حضرتك بصيت من زمان، احنا كان عندنا انتماء للبلد، الكيرف كان عمال ينزل، ربنا كرمنا وان شاء الله يترفع انتماء البلد ده على ايد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهارده الحادثه بتاعت النهارده برغم كل المآسي اللي فيها، انما خلصنا منها بنتيجه كويسه لاول مره منذ فتره، ان هي
أزعجت القيادة السياسية. و يعني أول مرة القيادة السياسية تتحرك وتستشعر مدى خطورة هذا الملف على البلد، وأصدرت القرار بأهمية وضع خطة قومية، أصدرت قرار بتكليف المجلس كهوة المجلس الأعلى لتنمية المجتمع والتابع لرئاسة الجمهورية بتناول هذا الملف وإعفاء استدعاء الخبراء اللي في مصر، ويحط تحت دي حضرتك مليون خط، لأن مصر زاخرة بالخبراء، إنما كانت الفترة السابقة والتي تسبقها كان في استئصار بالقرار من دون المتخصصين. صحيح، هنكمل هذه النقطة، ولكن بعد أن نعود مرة أخرى لمتابعة حادث قطار منوف كفر الزيات، معنا دكتور أسامة ليلى مدير مستشفى منوف. مساء الخير يا دكتور. دكتور أسامة سمعنا؟ سمعنا؟ يا دكتور، دكتور أسامة، طيب انقطع الاتصال، هنعود الاتصال مرة أخرى بدكتور أسامة. طيب مشمهندس عادل، حضرتك بتتكلم عن انه القيادة السياسية استشعرت الخطر في هذه الحادثة، بس كان في قبلها حوادث برضو يعني مأساوية ومروعة، لماذا دائما ننتظر حتى تأتي كارثة أخرى يعني أكثر ترويعا وأكثر ألما حتى نتحرك بشكل قومي وبشكل فاعل؟ والله يا حضرتك دي يعني نتاج ثقافة من قديم الأزل، ان احنا يعني ايه كل واحد يقول لك يا عم ما تقدرش البلاء قبل وقوعه، ودي ثقافة خاطئة للأسف. احنا آفة مصر عندنا في كافة المجالات كانوا حاجتين، الإدارة والصيانة. يعني خليني أتكلم فيما يخص ملف المرور بالذات، لأن أنا مش عايز أتبحر. الحلول سهلة قوي. وأنا النهاردة إزاي أنا أدي واحد رخصة لا يستحقها؟ النهاردة 80%، أنا عن نفسي ولغاية النهاردة أنا بحمل الحكومة 80% من الحوادث اللي بتجري على الطرق. صحيح. أنا بحملها مسؤوليتها. لأنها متضامن معاها، هي حطت لي سواق سلوكه خاطئ. تاني حاجة، أنا ليه بغفل؟ أنا ما عنديش رقابة، ما عنديش إنفاذ للقانون، ما عنديش قانون يرقى لمستوى قانون مرور محترم. أنا في بعض البنود في عوار، أنا قانون المرور عندي لا يتلائم ولا يتوافق مع اتفاقية جنيف، البند رقم 41 لاتفاقية جنيف سنة 68. والبند ده بينص حضرتك على أن يعني لا تمنح رخصة القيادة إلا لمن يستحقها ولمن يجتاز الاختبارات الصح ولمن تثبت صلاحيته. طيب يعني لو يعني اتكلمنا قليلا بقى مش عن السلوكيات ولكن عن الطرق نفسها، الطرق والكباري. اللواء سعد الجيوشي رئيس هيئة الطرق والكباري قال انه الدولة بتحتاج ل 3.5 مليار جنيه لترميم الطرق و 2.5 مليار لترميم الكباري، وان في 700 كوبري تحت خط الانهيار، في حين ان ميزانية الهيئة هي 500 مليون جنيه فقط حصيلة رسوم العبور اللي هي الكارتة. يعني كيف يمكن التغلب على مشكلة التمويل؟ لانه الموضوع ليه شقين، سلوكيات الناس دي على جنب بقانون المرور، لكن ايضا الطرق السريعة في حالة صعبة جدا. طب ممكن نحط بين قوسين حاجة، ان ما تتسببه الطرق من الحوادث لا يتعدى من 2-3 وفي بعض الاحيان 5% ماكسيموم. فمش هو دوت المعول الرئيسي عندي علشان اتفادى حوادث الطرق. اللي قاله طيب سيادة اللواء، معناه ان احنا ما نتكلمش عن الطرق بس نتكلم بس عن سلوكيات الناس؟ لا 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 حضرتك، ما فيش حاجه اسمها ان ما نتكلمش عن الطرق. انا لو هي 1% لازم اتكلم عن الطرق بالظبط، لان هو لو هو اشتغل على ال 5% ديت انا اولا يعني بقى يعني سيادة اللواء سعد الجيوشي لما اتكلم في الكلام ده حضرتك انت ما كملتش حديثه. هو كان حضرتك قبل الثلاث سنين كان دخل الهيئة من الرسوم على ما أذكر حوالي 1.2 مليار.
نتيجة الفوضى اللي حصلت وعدم الاكتراث وأحيانا ضياع هيبة الدولة، نزلت الإيرادات ديت ل 500 مليون نص مليار. طب الراجل هيجيب منين؟ عنده موارد أخرى مهدرة، اكتشف إن في ناس تعدت على أراضي الهيئة بإعلانات، في أباطرة الإعلانات حاطين إعلانات بدون ما يدوا للدولة بحقها. طبعا ده أنا بالنسبة لي الموضوع دوت يعني مش بتاعي الحقيقة يعني. إنما هو بالنسبة لصيانة الطرق، أنا أعتقد إن هاي الطرق منزلة خطة لصيانة 400 كوبري حاليا في وقت واحد، والعهدة على الراوي اللي هو سعد الجيوشي، وعرض في برنامج من قيمة يومين بعض صور الترميم. أنا المعول على الهيئة إن هي في الطرق إن هي تعمل لي الطرق صح، اليوترنات صح، النقط السوداء يتم ترى يعني في حاجة في الطرق اسمها إيه، البلاك بوينتس. البلاك بوينتس ديت اللي هي المناطق التي تكثر فيها الحوادث، بيتم دراستها في الهيئة ويشوف إذا كان في التقاطع ده صح ولا غلط، المنحنى ده صح ولا غلط. ده على طول دوريا الهيئة بتقوم بإصلاحه كل سنة. تزويد الطرق مداخل المدن ومخارجها بالإنارة، عندنا وسائل الأمان على الطرق سواء تخطيط أرضي، عواكس أرضية، علامات إرشادية. كل هل حضرتك بتقول ان كل ده متوفر يا باشمهندس، ولا ده من المفترض انه يكون متوفر في الفترة القادمة؟ حضرتك متوفر، بس في عندنا فيما يخص يعني، انا هدي لحضرتك مثل في عهد وما زال عهد المهندس طارق العطار رئيس هيئة طرق اللي هو الاسبق، كان في ظاهرة متفشية جدا بقى في هيئة طرق، العلامات الارشاد بتتسرق، فده سلوك. فانا ينقصني وعي وينقصني يعني ينقصك، انا عايز وعي وينقصك اجبار المواطنين على احترام قواعد الله ينور عليك. اجبار يعني حضرتك بتقول ان هم النهارده ما كانش عندهم المعلومات الكافيه. طيب احنا دلوقتي هم نطينا على نقطه بقى اللي هو انفاذ القانون بالظبط. هل برضو احنا عندنا اراده من قبل رجال المرور على انفاذ القانون ومتابعه السائقين على كافه الطرق والمحاور بشكل رادع؟ يعني بعد اذن حضرتك دي عليها علامه استفهام جامده جدا. طبعا انا النهارده بفرح جدا لما الاقي كمين للاداره العامه للمرور بيتصور ويعمل شو اعلامي على اساس ان هو بيوقف عمال يختبر وبيعمل زحمه مروريه فقط لا غير على فكره. حتى هم ما عندهمش ايه يعني، لما بيعمل كمين عشان يكشف على رخص ماشي ده دوره، بس ما بيعملهاش بحرفيه. لما بيعمل يوترن هو بيتدخل في حاجات ملوش فيها. عندهم حاجات قسم البحوث الفنيه، ده من المفترض ان في حاجه اسمها مهندس مرور في كل حي او في كل محافظه، هو اللي موكول له الاعمال الهندسيه. موروفر بقى يعني اكتر. طيب احنا هنكمل كلامنا مع حضرتك ولكن نعود مره اخرى الى الدكتور خليل مدير مستشفى منوف. مساء الخير يا دكتور، سمعنا؟ ايوه مساء النور، تحت امرك. اهلا بيك، تكلمنا عن حاله المصابين لو سمحت في هذا الحادث. الحادث ده اصلا محطه قطر منوف كان 10 مصابين، تم تحويل واحد منهم الى مستشفى جبل طوم التعليمي، والاخر تم والباقي التسعه تم التعامل معهم، الواحد في غرفه العمليات استكشاف والباقي كسور وجروح عاديه، وجه اثنين غير العشرة وفاه، يبقى العدد كله 12 حاله. 12 حالة من العشرة. كم حالة خطيرة؟ طبعا جايين اثنين وفاة اصلا، والحالة اللي تم تحويلها جبين اللي كانت خطيرة، ولكن الحالات الباقية كلها حالات كسور كسور في اماكن متعددة اللي في رجله واللي في ايده. يعني هذه الحالات هتخرج من المستشفى هذه الليلة ام علاج يعني يطول؟ لا لا لا، على باكر كده، في حالة منهم دخلت عمليات استكشاف، فطبعا دي هتستناها يومين على الاقل يعني. والحاله اللي ذهبت لمستشفى شبين يعني ما الذي تعاني منه؟ دي جراحه ديت اصلا زيف في المخ، كسر في قلب المخ، اشتباك كسر في قلب المخ. هل الاستعدادات كافيه في المستشفى؟ كله تمام الحمد لله، طالب من الاطباء، طالب التبريد، هيئه الوزاره موجوده معانا، مدير اداره المستشفيات، مدير الطوارئ،
الدكاتره كلهم الجراحين الباطنه كل المستشفى الاطفال البشريه كامله والساعات كامله وما فيش مشاكل خالص. أشكرك دكتور أسامة ليلى مدير مستشفى منوف. معلش يا باشمهندس ولكن يعني يجب أن نتابع يعني هذا الواحد تفضل. طيب تفضل حضرتك. نكمل حضرتك يعني احنا نتكلم على مسؤوليات من هو الفاعل الأصلي للحوادث الطرق. المسؤول الأول يعني هو المسؤول الأول ما هو الشخص بعينه هو أجهزة يعني من الاول خالص محطوطه القواعد والريجوليشنز بتاعتها غلط. انا النهارده لما اجي اقول ان انا مضيت اتفاقيه جنيف يبقى انا كان لازم ابتدي باجراءات الحصول على الرخصه. اجراءات الحصول على الرخصه دي ليها بقى قواعد وليها مفردات لازم اطبقها عشان اضمن ان الراجل اللي انا اديته رخصه ده يكون أمين على نفسه وأمين على الناس اللي معاه وأمين على الطريق نفسه. نمرة اتنين الكشف الطبي اللي على الدوري الكشف الطبي يعني كشف طبي ويكون كمان بصفة دورية مش مجرد يعني مش الوقت الرخصة 10 سنين هي كشف بيقعد يعني الفرد أو المواطن عليه 10 سنين. لا حضرتك انت بتتكلمي في عندي كشف طبي على طالبي رخصة القيادة الخاصة وفي كشف طبي على طالبي الرخص المهنيه الدرجه الثانيه والثالثه والاولى. صحيح حضرتك الكشف الطبي اللي بيتم اجراءه على سواقين النقل وسواقين الميكروباص وسواقين الاتوبيسات يعني يؤسفني اقول ان هو كشف طبي مسخره بكل المقاييس. حضرتك ما تفرقش معاهم بقى هو عايز يطمن ان انت اطرافك موجوده ورجلك موجودة وخلاص لا سكر ولا ضغط ولا 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 ولا. النهاردة ليه أنا أتولى ملف الكشف الطبي؟ ما أنا النهاردة وزارة الداخلية الإدارة العامة للمرور ما توكل الكشف الطبي لأحد المستشفيات الخاصة أو أحد مستشفيات الحكومة أو التأمين الصحي. نفس الملف الكشف اللي هو الفحص الفني بتاع المركبة عندي عوار في الفحص الفني عندي عوار كبير ان انا باخد بصمة موتور وشاسيه لما بقيت العربية ما بكشفش عليه لا قطع غيار ولا كوبلين ولا ميزان ولا اي حاجة خالص. طيب حضرتك كنت عايز تقول في اول الحوار الحلول نقولها دلوقتي بقى. الحلول حضرتك انا عندي النهاردة بقى محورين. ما انا عشان احل مشكله مزمنه عندي لازم يبقى في حلول مؤقته دلوقتي ولابد من تنفيذها فورا وفي حلول على المدى الكبير عشان انا يعني اللي على المدى الكبير دي لازم حضرتك اخلق جيل جديد يكون فاهم. الحلول العاجله حضرتك دلوقتي زي ما تفضل رئيس الجمهوريه وقال لك أهمية وضع خطة قومية عاجلة لعلاج مشكلة حوادث الطرق. الخطة القومية ديت حضرتك هي والمجلس التابع لرئاسة الجمهورية هو مؤتمر قومي يدعى ليه كافة خبراء البلد لا استثناء الخبراء اللي هم في كافة التخصصات المعنية بالأمر تخصصات اللي من كلية هندسة تخصصات في هندسة الطرق لا جامعات الأهلية. الهدف من المؤتمر الصحة. إيه؟ نعم؟ الهدف من المؤتمر حضرتك إن أنا أستخلص أول هدف المؤتمر إن أنا عايز أكثر حاجة اسمها الاستئثار بالقرار. لأن الاستئثار بالقرار ده عندنا هنا هوت كل واحد قاعد على كرسي متخصص في المرور يقول لك هعمل كذا ويروح وياخد موافقه وينزل يعملها بدون ما ياخد راي اهل الخبره ويصبح يتعمل مشروع ويشوب العوار يبقى ايه رمينا فلوس على الارض. المؤتمر او الخطه العاجله ديت المؤتمر ده هيطلع بتوصيات من كافه الخبرات فيما يخص الصحة فيما يخص التعليم
فيما يخص المرور، فيما يخص الطرق، عايز أطلع قانون محترم، مرور دستور مروري لا ينقطع على حكومة، ما تتغيرش بنوده، تبقى قانون مرور ثابت اللي تتغير فيه الغرامات فقط لا غير، طبقا لتغير العملة فقط لا غير. نيجي بعد كده الإلزام اللي من بكرة، طبعا ده من ضمن الخطط اللي هي في نص اللي ماشية مع الاتنين. خطط العاجلة دلوقتي حضرتك فيما يخص الطرق، أنا على يقين أن اللواء سعد الجيوشي في هيئة الطرق ممثلا لوزارة النقل هيقوم بواجبه ناحية تأمين الطرق. إنما حضرتك ناحية إنفاذ القانون وناحية تحسين سلوك البني آدم السواق اللي قاعد على الدركسيون ده، أنا بطالب بحاجة وكده زي ما بيقول لك إيه، أنا طالب حاجة واحدة ولا يكتر على الله حاجة. دورية من دوريات حضرتك من الداخلية في إدارة المرور، دورية راكبة لها حق الضبطية القضائية. تاخد الطرق كده هوت، يبقى كل دورية ليها قطاع تاخد الطرق رايح جاي، تمثلني بتفكرني بالكونستابل بتاع زمان. صدقني حضرتك انت لو شفت الراجل بتاع الدورية ده ماشي جنبك في الطريق الصحراوي او الطريق الزراعي قلبك هيتطمن وانت هترتدع. طيب. ده حل سهل جدا، ده حل يعني بسيط. لا لسه حضرتك بس يعني سريعا لان وقت الحوار انت اتفضل. من بكره حضرتك لازم اخد اجراءات في تصعيب الحصول على رخص القياده. الحلول الاجله بقى اللي هي هتاخد مني سنتين ثلاثه خمس سنين، ان انا اعمل مركز